السلام عليكم. ده لقاء من لقاءات جروب From Zero to Hero. هتلاقوا اللقاءات السابقة على جروب الواتساب وجروب التليجرام وجروب الفيسبوك، كلهم باسم From Zero to Hero. النهاردة اللقاء عن العمل الحر، بس الأول أستاذ محمد عيد عرفنا بنفسك. السلام عليكم. في البداية وعليكم السلام. مفيش أستاذ، مفيش أستاذ جميل. فمحمد عيد، يعني خلينا يكون التعريف مقتصر على الجزء بتاع الموضوع بتاعنا النهاردة، يعني العمل الحر. فأنا بشتغل في مجال العمل الحر من 10 سنين أو أكتر من 10 سنين كمان دلوقتي، واشتغلت فيه بأكتر من شكل. اشتغلت فيه في مجال التدريب، اشتغلت فيه في مجال الاستشارات، اشتغلت فيه في مجال الفويس أوفر، واشتغلت فيه في مجالات تانية فرعية كده صغيرة برضو هنعرفها مع الكلام يعني. فخلينا نختصر التعريف على المحتوى بتاع المحاضرة. على المجال اللي احنا بنتكلم فيه، تمام جدا. طيب احنا معانا 3 فقرات. الفقرة الأولانية هي نعم أو لا، السؤال فيها هيبقى إجابته يا نعم يا لا بتعليق واحد بسيط، والسؤال الثاني أو الفقرة الثانية هتكون سؤال الزتونة، إنك بتدينا نقط معينة أو ملخصات معينة لإجابة السؤال ده. وثالث فقرة خالص هي النصيحة، اللي هو بقى الختام بتاع الموضوع كله والمشروع اللي أنا أقدر أعمله بالموضوع كله. عايش فل. تبدأ أول فقرة؟ يلا بينا. نعم أم لا؟ السؤال الأول، هل المستقبل دلوقتي للعمل الحر؟ جدا، نعم جدا. والتعليق على كده يعني خليني أقولك، لو قبل أحداث الكورونا فكنت هقول نعم جميل وكنت هقولها باقتناع، لكن مع أحداث الكورونا الموضوع أصبح نعم باكتساح، وخصوصا إن بدأ يخش مصطلح بقوة كان موجود قبل كده بس بدأ يظهر أكتر، وهو مصطلح العمل من المنزل work from home، يعني بدأ يظهر بقوة. فده هيبتدي لمع أكتر فريلانسينج، ده هيبتدي يظهر أكتر شغل فريلانسينج. ليه؟ لأن أصبحت التكلفة تبقى عالية جدا، أصبحت تكلفة التوظيف نفسها عالية، تكلفة وجود الموظف في الشركة عالية جدا، فالموضوع هيكون أفضل بكتير جدا من فريلانس. بالإضافة إن فكرة الرفض أو أي كان الإقالات اللي حصلت، أي كان مصطلحها يعني، من الشركات، فده هيخلي إن إحنا كشباب اتحطينا قدام أمر واقع إن مفيش شركة بتبقى علينا، أيا كان بقى المصطلح بتاعها إيه وأيا كان الدفع بتاعهم إيه، يعني كله ليه كل الاحترام وكل واحد بيدير بطريقته. لكن الخلاصة إن إحنا مبقاش فيه الوظائف الكافية اللي تكفينا أو ترضينا وتكون آمنة بالنسبة لنا، فكل واحد هيكون لازم يدور على مصلحته، والمصلحة الأساسية تكون في العمل الحر الفترة القادمة بشدة. تمام. سؤال رقم 2، هل ممكن أشتغل كفريلانسر في أكتر من مجال؟ طالما هقدر أوفق ما بينهم، وممكن يكون مجالات غير بعض ما فيش مشكلة خالص، بس أهم حاجة أقدر أوفق ما بينهم، أقدر يكون عندي القدرة، مش هقول الموهبة ولكن القدرة، أنا أقدر أدي في أكتر من مجال، زائد أقدر أدير الموضوع بتوازن، فما يجيش على جانب على حساب جانب التاني خالص، لأن كل عميل بيتفق معايا هو ملوش دعوة أنا مين ولا تاريخي إيه ولا بعمل إيه ولا ورايا 50 شغل ولا ورايا عيال ولا ورايا مسؤوليات، والكلام ده كله مش دعوة، هو عاوز شغله يخلصه بس. تمام. السؤال الثالث، هل هو مناسب العمل الحر مناسب بس للشخص الرافض للروتين والوظيفة بس؟ بصي، لو ينفع أدي ملحوظة على السؤال يا ريت. ماشي. فكرة إن أنا هدخل العمل الحر عشان أنا رافض الوظيفة ورافض الروتين، فأنت هتفشل في العمل الحر أصلا يعني. أنت لو أنت داخل بالعقلية ديت فأنت هتفشل فشل ذريع. جميل. العمل الحر هو خطوة أعلى من الوظيفة، يعني خطوة متقدمة عن الوظيفة، فده معنى أنت اشتغلت موظف أو اشتغلت عمل تطوعي أو شلت مسؤوليات والتزمت بيها. جميل. فديت حاجة. طب إجابة على السؤال بقى، هل لازم يكون فيها روتين العمل الحر؟ هل العمل الحر يكون فيه روتين؟ العمل الحر لازم يكون فيه روتين، والعمل الحر لابد بنسبة يكون فيه استقرار في دخل مبدئي داخل، فما قصدي يعني هي الوظيفة بس بشكل أكثر احترافية، بدل بس ما حد بيحط لي الأوامر والنواهي والأوردرات والكلام ده كله أنا بحطها لنفسي عشان أقدر أنجح وأقدر أجتاز المرحلة دي. هل أنا كده جاوبت على السؤال؟ تمام. رقم 4، هل ممكن أشتغل مع أكتر من فريلانسر في مجالي؟ ده بيكون الذكاء،
ده بيكون الذكاء، يعني ان اوقات بيبقى في شغل بيطلب منك، الشغل ده انت ما تقدرش تخلصه كله لوحدك او هياخد منك وقت اكبر من الطبيعي، فانت ساعتها بتعمل زي نقدر نقول شركه ولكن مصغره في صوره فريق عمل، فبتباظي بقى الحاجات اللي انت اللي غيرك ممكن يأديها، بس انت بتضمن الجوده بتاعتها، ودي بس الشرط الوحيد. يعني انا هشتغل مع فريلانسر تانيين، ده بيكون في وشك انت، العميل اتفق معاك انت وهيدفع لك انت ومستني منك انت، فاصل صاحبك بقى تلكع شويه واصل صاحبك كبر دماغه وجاله سخونيه والكلام ده كله مش بتاعتك، اعملك ايه؟ هو في الاخر في وشك انت، او ان صاحبك خلص الشغل ولكن مش بالكواليتي المطلوب، فانت بس اهم حاجه اختار الناس مش اللي اصحابك قد ما هم الناس اللي في نفس مستوى شغلك، ودي تحتيها 10250400 خط احمر. تمام. رقم 5، هل في ضغط عصبي ونفسي في العمل الحر؟ يمكن كذي جاب على حاجات كذي يمكن ممكن يكون في ضغط، ممكن والله في ضغط كبير جدا طبعا وعلى فكره الضغط في العمل الحر اكبر من الوظيفه، يعني وديت شويه بتصدم او بتخلي نسبه كبيره من اللي دخلوا العمل الحر بيهربوا منه تاني، ان هم فاكرين ان هو اريح، لا هو في ضغط اكبر. وعشان يكمل بقى الصوره، الخطوه اللي بعد العمل الحر ان انا اكون صاحب عمل، ان انا يكون معايا مؤسسه او معايا فريق حتى بشتغل معاه، فده بيكون فيها الضغط اعلى من العمل الحر من الوظيفه، وان انا اكون مستثمر اعلى من صاحب العمل والعمل الحر الوظيفي، كل ما بتعلى كل ما الموضوع بيكون مربح اكتر ولكنه بيكون ضغطه بيكون اعلى. فالاجابه جدا جدا اهم حاجه بقى ان لو انا بشتغل عمل حر اقدر يعني اظبط نفسي ونفسيتي كده فعلا، الموضوع بيأثر بشكل صعب جدا، وانا الضحكه الطويله دي كانت نتيجه عن ضغوطات كتير جدا، خبرات كتير 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 جدا جدا فعلا، يعني الموضوع مش سهل بس يستحق، يعني برضه الصوره تكون كامله. طيب تمام. هل المكسب سريع في العمل الحر؟ يمكن بصي انا هقول كده حاجه كده، يعني مش انا والله انا اقولها يعني، بس في سلسله ان شاء الله يعني بعملها على اليوتيوب يعني عندي عن العمل الحر جميل، فكنت في حلقه حاليا بسجل فيها اسمها فلوس الفريلانسر جميل، انا بغش، فكان فيها السؤال ده. اوكي هنوقف بس عشان الصلاه ونرجع تاني. ماشي طيب نكمل الاجابه. جميل. ف كان في سؤال من اهم الاسئله اللي هو سؤال هل انا هكسب بسرعه ولا مش هكسب اصلا؟ يعني هي دايما احنا بنخير ما بين النقطتين دول، لكن فكره ان انا هكسب على المدى الطويل ديت للاسف بتكون ساقطه من كتير مننا يعني. جميل. لحظه. لا تمام زي الفل. اوكي معاكي تمام. طيب ف الفكرة كلها هل المكسب سريع؟ رقم واحد على حسب انت مين، يعني لو انا داخل بجدية وداخل وليا ارضية وليا سوق والاخره فهتعرف تكسب بسرعة. جميل. لكن عشان نكمل الاجابة، ممكن انت مين، ممكن السوق ايه، في سوق ربحه سريع ولكن مش دائم برضو، في يعني فهم السؤال لي اكتر من شق، في ممكن انت تكسب بسرعه بس ده ما يستمرش معاك، ممكن السوق يخليك تكسب بسرعه بس ده ما يطولش معاك، ممكن تتاخر شويه بس المكسب يكون كبير في وقت قليل. يعني السؤال نفسه السؤال شائك ليه اكتر من بعد، يعني ممكن في شهر واحد فعليا يكون كل دخلك، ودي بتحصل ودي حصلت معانا شخصيا، يكون كل دخلك مثلا في شهر واحد وليكن 7000 جنيه. جميل. بس ده مثلا ده شهر يناير، شهر فبراير ومارس وابريل انت كل اللي دخلك 500 جنيه على بعض. فاهمة الفكرة ازاي؟ فانت دخلك بايه يا ابن المحظوظة يا فوزي اللي هو ايه 7000 جنيه في شهر واحد، بس واقعيا دول متقسمين على 4 شهور، فديت حاجة. في حاجة تانية يقول لك انت كل شهر مثلا بتاخد 3000 جنيه، فلما تيجي تحسبها 3 في 4 ب 12000 اللي هو اعلى من 7000 اساسا. لو ده في شهر واحد. بالظبط. فالموضوع ما بيكونش بيتقاس بالكثرة قد ما هو بيتقاس بالابعاد التانية، ان انت تكون مستمر وتقدر يكون نفسك طويل. بس في كلا الاحوال بعد 9 شهور انت لازم تكون بتكسب يعني. حلو جدا. طيب احنا كده خلصنا فقره نعم ولا.
خد بقى على فقرة الزتونة اللي هي فيها واحد اثنين ثلاثة واحد اثنين ثلاثة أو أربعة خمسة ستة براحتك بقى. ماشي 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 حاضر. طيب أول واحدة إيه هي درجات العمل بشكل عام؟ أول درجة الوظيفة، تاني درجة العمل الحر، تالت درجة صاحب العمل، رابع درجة وهي المستثمر. شروط كده سريعة، أنت المفروض إن إحنا بنمشي بالتسلسل الطبيعي بتاعنا، يعني لو أنا بدأت على طول في العمل الحر ده مش بيفضل، مش بيفضل، لكن ممكن تبدأ وتنجح، أو ممكن تبدأ وتنجح. فده أول شرط، إحنا بنبدأ بالترتيب. الشرط التاني، هل في بدايل للوظيفة لو أنا ما جاتليش فرصة إن أنا أشتغل موظف أو غيره؟ الإجابة آه، ممكن إن أنا عمل تطوعي يشارك معايا في حاجة زي كده، ممكن حاجة اسمها internship أو التدريب أو التعليم مقابل العمل، أو ما أعرفش المصطلح إيه بالعربي يعني، بس الفكرة كلها إن أنا بشتغل في شركة بدوام عمل كامل وكل حاجة ولكن بدون مرتب، بس في المقابل أنا ما عنديش خبرة. التدريبات اللي هي الخريجين أو كده. أيوه بالظبط، أه تدريبات الخريجين أو اللي هم داخلين على التخرج جديد وحاجات زي كده، كل الكلام ده. فالحاجتين دول ممكن يكونوا بديل للوظيفة. الحاجة التالتة، ممكن أشتغل حاجتين جنب بعض مع بعض، يعني ممكن أشتغل موظف وعمل حر مع بعض، ممكن أبقى فريلانسر وأفتح شركة مع بعض، ممكن أفتح شركة وأبقى مستثمر مع بعض. لكن مش ينفع أبقى موظف وصاحب شركة، مش ينفع أبقى عامل حر ومستثمر، يعني ما ينفعش أنط، لأن الموضوع بيكون متناقض أصلا. بس كده. تمام. إيه هي المجالات اللي بتناسب العمل الحر؟ بصي بجد انا بحييكي جدا 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 على السؤال ده، لان اكتر من 95% من اللي بيتكلموا عن الفريلانسنج بيقعوا في الدروب ده بشكل بسيط جدا. مفيش حاجه اسمها افضل مجالات، اي عمل على وجه الارض ينفع اشتغله كفريلانسر. المدرس اللي بيدي دروس خصوصيه هو بيشتغل فريلانسر، الطبيب اللي بيشتغل مع كذا عياده فبيروح مش عارف هنا حد واربع وهنا ثلاث وخميس وهنا من الساعه 2 للساعه 7 ده بيشتغل فريلانسر. المدرب اللي بيشتغل جلسات او بيشتغل تدريب ده اسمه فريلانسر. انا اسف والله مش تقليل، بس ده الواقع فعليا. النقاش اللي بيستلم شغل في الشقه ديت وفي الشقه ديت وفي الفيلا الفلانيه ده فريلانسر، بس احنا اسامي شيء بقى ايه ده عامل باليوميه، لا احنا فريلانسر ليه، فاهمين احنا ناس تنين كده شويه، بس هو عامل باليوميه هو فريلانسر. فاي وظيفه اي مجال عمل ينفع يكون فريلانسر. فايه انسب مجالات؟ لا انت تعرف تدي في ايه واشتغل، واي مجال بيجيب فلوس. بس ينفع. ازاي اسوق لنفسي في العمل الحر؟ حلو السؤال ده، حلو السؤال ده. طيب خليني اجاوب اجابه واضحه، يعني رقم واحد، مين الجمهور بتوعك الاول؟ والجمهور بتاعك ده هتلاقيه فين؟ فديت حاجة. الحاجة التانية وهي الشريحة بتاعت جمهورك ايه؟ يعني الجمهور بتاعك دوت مستوى ايه؟ يعني مستوى المادي ايه؟ مستوى المادي، مستوى الفكري، فايه افضل حاجة ممكن ان انا اشتغل بيها؟ بناء على النقطتين دول بقدر احدد حاجات كتير. يعني الجمهور بتاعك مين؟ فهل انت هتلاقيه على السوشيال ميديا؟ هل انت هتلاقيه جوه الجامعات؟ هل انت هتلاقيه في التجمعات؟ يعني لازم تعمل شراكات مع منافسين او غيره، او زملاء، يعني ايا كان المصطلح. فديت حاجه بتفرق جدا معاك. الحاجه الثانيه الشريحه بتاعته، لان بناء عليها بتحدد الشكل اللي انت هتطلع بيه. يعني ايه؟ يعني مثلا لو نفترض المستوى الفكري بتاعهم عالي، فالافضل مش ان انا اعمل فيديوهات على اليوتيوب او حاجات على الانستجرام، الافضل ان انا اعمل كورسات، الافضل ان انا اعمل لهم كتب، فالافضل ان انا اديهم حاجه كبيره تناسب مستواهم الفكري. لان في حاله ان انا نزلت فيديوهات على انستجرام او غيره فهم مش هيشوفوها، فانا كده اصبحت بتكلم كلام تقيل وعميق لناس مش عميقه، فاهمه؟ فبقول لا ده الناس مش مقدره او الكلام ده كله. فانا يهمني جدا، ودي اهم خطوه، ان انا ادرس العميل بتاعي عن طريقه بحدد التشانل او القنوات اللي بظهر من خلالها، وعن طريقها بحدد بقى الآلية نفسها، سواء التسعير، سواء الوقت اللي بنزل فيه، الشكل، كل الكلام ده. طيب ده ليه ممكن يبقى ليه علاقة برضو بالتسويق، بس هل يعني ازاي حدد بقى سعري في السوق؟ يعني انا عرفت كل المطلوب مني، بس انا عايز احدد سعر معين بقى للحاجة اللي انا بعملها او بقدمها، فدي حددها ازاي؟ عظيم جدا، في مثلث كده لطيف جدا، يعني اتمنى كل اللي هيشوفوني يعني في الفيديو دوت يكتبوه عندهم. رقم واحد، سعر الخدمة نفسها في السوق ايه؟ رقم اتنين، انا احتياجاتي نفسها ايه؟
يعني انا محتاج اصلا يبقى ليا دخل كام، ورقم ثلاثة وهو التكلفة الخدمة نفسها اقف عليها بكام، بناء على المثلث ده بقدر احدد السعر بتاعي. وهنا في فرق بين سعري انا في السوق وبين سعر الخدمة في السوق. يعني انا ممكن اقدم خدمة ب10 جنيه وانا بقدم خدمة اخرى ب50 جنيه، فمفيش سعر لي انا جميل قد ما هو سعر للخدمات بتاعتي. فبشوف الخدمات اللي انا بعملها دي سعرها كام في السوق، وبحدد لو انا هعلي السعر شوية او هقلل السعر ايه الميزة اللي موجودة معايا، او ايه الميزة اللي انا هتنازل عنها في مقابل ان انا اقلل السعر شوية. فديت حاجة. الحاجة التانية احتياجاتي، انا عاوز العب مع اهلي كلاس، يعني انا عاوز يكون دخلي السنوي كام، وبقدر احدده على الشهري وبقدر احدده على عدد الخدمات المطلوب. فديت حاجة. والحاجة الاخيرة تكلفة الخدمة بقى. لو بعض الناس مثلا كنت اشتغلت معاهم، النشاط بتاعهم هو ايه؟ بياخدوا تيشرتات يطبعوها ويغلفوها ويسوقوا لها ويشحنوها ويوصلوها، فكل دي تكلفة واقفة عليهم، بيحسبوا في الاخر ربحهم بيبقى كام. تمام جميل. طيب ممكن ابدا اكسب واستقل ماديا بعد قد ايه من شغلي؟ 9 شهور في المتوسط. في المتوسط يعني في ناس قبل كده، في ناس 6 شهور، وفي ناس ممكن يوصلوا لسنة وسنة وثلاث شهور، يعني سنة وربع. جميل. فده إجابة على الكلمة اللي انت قلتها في سؤالك اللي هو استقل ماديا. فاستقل ماديا مع 9 شهور. ممكن احقق دخل من تاني شهر او من اول شهر على فكرة، عادي جدا. بس هل الدخل ده كافي؟ يعني 500 جنيه 600 جنيه قعدت مثلا 3-4 شهور ورا بعض كل اللي بدخله ممكن 500 جنيه او 600 جنيه بس. فهماني؟ لكن البومينج بقى اللي بتحصل معاك ان ممكن شهر يغطي معاك شهرين او ثلاثه قدام، دي لا، يعني نقدر نقول بعد 9 شهور بيكون اسمك اتعرف، قدرت تصلح اخطائك، الكلام ده كله. تمام. هل في سن معين يعني ممكن اشتغل، اقول هشتغل فريلانسر لحد سن كذا بعد كده ادخل على مرحله ثانيه من العمل مثلا؟ لحد سن كذا؟ بص، المتوسط من 35 ل 40. ده لحد كام؟ مش بقول من كام، يعني من كام دي انت ممكن ابدا من 18 سنه مفيش مشكله خالص، وممكن اقل من كده، لكن لحد كام يفضل من 35 ل 40. ليه؟ لان من سلبيات العمل الحر، عشان ما يتصورناش العمل الحر ان هو الحاجه الملائكيه المنقذه على وجه الارض، في سلبيه للعمل الحر وهي عدم الاستقرار المادي الكامل. انت لازم تفضل بتشتغل عشان خاطر يبتدي لازم يعني يفضل بيحقق لك دخل، فلازم انا افضل موجود، لازم افضل بصحتي، لازم افضل على تواصل بالناس، ماليش دعوه بالظروف. فديت حاجه. فمن 35 40 لازم ابتدي بقى ان انا افكر بشكل جاد ان انا اكون فريق، مش شرط افتح شركه، مش شرط اشتري محل، مش شرط افتح مكان، بس على الاقل في فريق متكون. تمام جميل. معلش تعليق طيب بسيط. لو حد مثلا ان الفريق لما بيتكون بحاول بقى هنا الاداره غير ذاتيه، فانا بيكون مش مجهودي ان انا بخلص شغل قد مجهودي ان انا ادير الشغل. عشان بس اقفل الصوره كامله، مش فريق وانا بشتغل كعضو من الفريق، لا انا بدير الفريق بقى. ده ماسك الفريق. تمام. لو حد بيشتغل موظف وفريلانسر في نفس الوقت، ايه الخطه اللي ممكن يمشي عليها عشان يبدا ان هو يبقى شغال باكتر من حاجه وشغال في العمل الحر اكتر يعني؟ معلش وضحي اكتر. كخطه معينه في حاجه، كخطه معينه ممكن يعملها لو هو موظف وفريلانسر في نفس الوقت. نخليه بعد كده خلاص بقى من درجه لدرجه. معلش بس عشان افهم سؤالك اكتر. معلش، هل الفكره هنا انه ازاي يعمل الخطه عشان ينتقل من الموظف للعمل الحر، ولا يفضل مستمر مع الاثنين، ولا ايه؟ لو عايز يستمر مع الاثنين، او ان هو يتنقل اكتر للعمل الحر حتى لو هو شغال في الوظيفه، بس يبقى شغال اكتر في العمل الحر. طيب جميل جميل حلو. كبيتنقل من درجه لدرجه يعني. ماشي طيب حلو. بصي، مبدئيا من اذكى الطرق ولكن ليس هي الطريقه المثاليه، وان انا يكون لي اكتر من مصدر دخل، سواء كان موظف او عمل حر، سواء كان اكتر من تراك في العمل الحر. فديت من الحاجات الذكيه جدا. فاول حاجه رائعه في الخطه ان هو ما يخليش اجمالي دخله من مكان، ورقم كده والرقم ده دقيق، يفضل ما تخليش اكتر من 60% من الدخل بتاعك من مصدر واحد. اخرك 60% مثلا من الوظيفه، اخرك 60% من خدمه معينه في العمل الحر. جميل. اكتر من كده بقى ابتدي بقى اوزعها، بحيث لو ديت لا قدر الله وقفت بتقدر انك توزن بحاجات ثانيه. ويمكن اللي عامل الخطه ديت في وقت كورونا قدر ان هو ما يتاثرش قوي، ان كورونا وقفت الوظيفه فالدنيا شغاله، ان كورونا وقفت مثلا العمل الحر، ان النت وقف، فانت شغلك ما بيوقفش، او شغلك على الاقل
ما جابكش القرض. جميل. فديت حاجة ان هو يخلي ليه اكتر مصدر دخل. وعلى فكرة كان احصائية لطيفة جدا اتعملت ما بين ايه الصفة المشتركة ما بين كل الناس اللي دخلهم او ثروتهم اكتر من مليار. جميل. اكتشفوا ان صفة رئيسية جدا ان مفيش ولا واحد منهم عنده مصدر دخل واحد. مثال واضح جدا على كده نجيب ساويرس. هو نجيب ساويرس بتاع شركة اتصالات ولا بتاع شركات ولا موقع اخبارية ولا بتاع مش عارف ايه، هو كله ولا الجونة ولا كل حاجة. فده كده يوم ما حاجة تقفل هو الراجل ما تأثرش يعني. فدي اكتر حاجة يرعيها. الفكرة التانية اللي محتاج ان هو يرعيها ويركز عليها جدا انه يقدر يوازن. حتى لو انا هفضل مستمر في الاثنين مع بعض احاول قدر امكن انا اوازن بحيث ان مفيش حاجة تضرب في التانية. وزي ما قلت لك العميل او الشركة اللي انا بشتغل معاهم ما لهمش دعوة خالص، ما لهمش دعوة هو ايه الدنيا ماشية ازاي. يعني انت كنت سهران امبارح ومطبق على شغل مش بتاعتي، وصلت كده الفكرة. فدي تاني نقطة برضو يرعوها في الشغل بتاعهم. تالت نقطة يرعوها في الشغل بتاعهم ان انا احاول بالبلدي كده في وقت الشباب ما ريحش نفسي كتير. يعني اخري هو يوم اجازة. اخري او اقل حاجة شغل في اليوم بنتكلم في 6 ساعات. لو انا خليتهم 4 و3 و2 زي ما بيتسوق للفريلانسر ان انت ممكن تشتغل من خليج العقبة ووادي والفيوم والمنوفية وبتاع عشان خاطر تبقى مرتاح وتقعد على البحر، الكلام ده كله كلام خاطئ جدا 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 جدا. جميل. انت ممكن تتابع شغلك من الاماكن اللطيفة دي، لكن عشان تشتغل لازم يكون في جدية شوية. جميل. انا بقول كلام صادم وبقول كلام كتير ممكن يعترض عليه او يخاف منه، ولكن انا هشتغل من بيتي بقى، نلم نفسنا ونشتغل من البيت. وصاني في احصائية كده لطيفة ان 83% من اللي بيشتغلوا فريلانسر بشكل جاد كوظيفة ثابتة، 83% من 86% اسف منهم دول بيشتغلوا من البيت. جميل. 17% منهم بيشتغلوا من مقهى. لو ما نيجي نجمع الاثنين 83 و17 كام؟ ستاربكس بقى واللاب مع نفسك اللي هو في قهوه كده او كورك سبيس او غيره. فده معناه ان نسبه الناس اللي بيشتغلوا من فنادق ومن مش عارف منتجعات والكلام ده كله تكاد تكون غير مذكوره يعني. لان الصراحه يعني انا مش هدخل 2000 و3000 جنيه من شغلانه واروح اتصحهم هم على منتجع يعني. فالموضوع هيكون قذر مش قصدي عباط هو يعني. جميل. فالنقطة الثالثة والأخيرة وهي نقطة الجدية، يكون في جدية في الشغل ويكون في التزام وفي توازن من الاثنين. فده في حالة ان انا عاوز اشتغل الاثنين مع بعض ومش حاجة من نقطة اثر على الثانية. لو انا بقى عاوز اعمل اشفت بشوف انا محتاج دخل كام في الشهر، وانا محتاج ديت معناها مش انا عاوز، مش امنياتي وطموحاتي يبقى كده، لكن ايه الرقم اللي لو دخل اقل منه انا هتأذى او حياتي مش تبقى مظبوطة مش هبقى مرتاح. وبيبدأ هو مستمر في الوظيفة بتاعته، وعلى الجانب الاخر بيبدأ ان هو يوزن ب ان دخل الفريلانسر يغطي معاه الرقم دوت. وليكن مثلا انا محتاج وليكن 2000 جنيه في الشهر، فشيل عن كده 3000 جنيه في الشهر. لازم افضل شغال في الاثنين لحد لما الفريلانسر يغطي معايا ال 2000 دول، ومش يغطيهم مرة، لا ده يغطيهم مدة 6 شهور متواصلة. جميل. طبعا 6 شهور، طب انت قلت ان الشغل فريلانسر مش مستقر، مفيش مشكلة، شهر 3000 والشهر الثاني 1000 كده بقوا 2000 2000. فاهم الفكرة؟ الدنيا موزون. اول ما بضمن كده لمدة 6 شهور انا كده زي الفل، ممكن ان انا ابدأ انط. طيب هو تقريبا انت يعني قلت كام نصيحة كده، بس احنا برضو لو في نصايح تانية بقى دي اخر فقرة بقى، النصيحة النهائية او الختامية للموضوع كله. اوكي زي الفل. ماشي. طيب خلينا كده برضو ندي للناس الزتونة في حاجة زي كده. رقم واحد في شغل العمل الحر، انت بتنتقل لشغل فيه جدية، مش شغل انت رايح تجربه، مش شغل انت رايح تلعب فيه، لان العمل الحر بيدخل فلوس لو انت حد ملتزم وجد داخل. فما تخشش تختبر العمل الحر لانك مش هتتبسط خالص. فديت حاجة. الحاجة التانية وديت يمكن ما طرحناهاش اثناء شغلنا او اثناء الانترفيو يعني، ما تعتمدش، وديت كتير بيقعوا فيها يعني، ما تعتمدش ان كل شغلك يكون عن طريق قناة واحدة.
يعني كتير قوي بيشوف ان العمل الحر هو ان انا اعمل اكاونت على خمسات او مستقل او فايفر او ابورك او غيره واشتغل من خلاله. لا، الكلام ده كلام مش هيكون كويس، لان انا كده قايم على شانل واحد. على افتراض الموقع وقف، على افتراض ان الاكاونت بتاعي اتسرق، على افتراض اي افتراضيه، فالموضوع مش هيكون لطيف. اشتغل على دوت، اشتغل على كذا شانل ثاني، يعني يوتيوب، اشتغل على بيع كتب، حاجه اسمها كي دي بي كيندل لايف بابليشنج، حاجه على كورسات اونلاين يوديمي، اشتغل على تدريب بدرب في المجال بتاعي ايا كان. ففي النهايه انا بقدم اكتر من شانل. يوم ما اليوتيوب يقع فانا عندي كورسات مستمره، يوم ما كورسات اليوتيوب يقعوا فالخدمات المباشره مستمره، فاصبح في توازن. ما تعتمدش على حاجه واحده بس على ظن منك ان هي اللي هتجيب لك كل حاجه. الحاجه الثانيه، وديت احصائيه لطيفه جدا، ان نسبه 32% من العملاء اللي بيشتروا خدمات من امريكا، هنا امريكا الشماليه يعني كندا والولايات المتحده يعني. ونسبه 24% منهم جايين من اوروبا. فاحنا كده لما نحسب الاثنين فتقريبا ما يعادل حوالي تقريبا قرب الثلاث ارباع، ثلث والربع. 5% من افريقيا، 7% استراليا، 12 او 13% تقريبا من امريكا الجنوبيه، حوالي 10% او ما يقرب من كده في اسيا. فالعالم كله تقله متركز في اوروبا وامريكا. فده معناه ايه؟ ده معناه ان حضرتك لازم تشد شويه في الانجليش عشان خاطر تعرف تبيع في الاماكن دي، فتقدر تبيع رقم واحد بسالري اعلى باسعار كويسه، وفي نفس الوقت العملاء كتير، ما يبقاش كل الموجود معاك اصلا هم 15% وكل الناس بيلعبوا معاه. ليه؟ لان كل الناس او معظم العرب ما يعرفوش غير عربي، فحاول تنط بره، ده بيكون نقطه كويسه جدا. ما تستعجلش على الفلوس خالص قد ما تستعجل على الخبره ثم الخبره ثم الخبره ثم الخبره. لان لو انا استعجلت على الفلوس هقدم خدمه مثلا مقابلها 100 جنيه. ليه؟ لان انا خبرتي قليله، لكن لو انا خبرتي تقيله هقدم نفس الخدمه ولكن بجوده اعلى وفاليو اعلى، ولكن نفس الخدمه بدل ما كانت ب 100 جنيه هتبقى ب 500، تبقى ب 700، ب 1000 جنيه، ب 1000. فانا كده زودت القيمه بتاعتي. فما تستعجلش على الفلوس، ديت اهم حاجه. لو في طلبه بيشوفونا دلوقتي فانت الفرصه معاك ذهبيه جدا. طبعا فرصه الطلبه بتكون افضل مليون مره من الخريج، الخريج بيبقى عليه مسؤوليات، فهتكون الموضوع سهل جدا معاهم. طبعا ده لا يتنافى ان الخريج برضو يخش في المجال ده. نقطة أخيرة، عشان أنا كانت لسه جاي لي من السؤال من 3 أو 4 أيام، يعني عندنا تريند بتاع الانتربرنيرشيب، الانتربرنير ريادة الأعمال، رائد الأعمال. المصطلح ده مصطلح أنا مش معترض عليه خالص، بس المصطلح إن هو تريند. يعني إيه؟ يعني أنا قاعد فاضي أو أنا مش عاوز أبقى موظف فأفتح شركة. انت هنا وقعت في مشكله اصلا علميه، اللي هي ايه؟ انك نطيت من 1 لـ 3. انت لازم الاول تمر على الكوبري اللي في النص اللي هو الفريلانسنج، عشان تبقى بتتعامل ماليا مع الناس وفاهم الاسعار ازاي وفاهم التسويق ازاي وفاهم الجزء الفني ازاي وفاهم كل حاجه. فساعتها تقدر تجيب فريق وتفتحه، يعني تفتح وتتعامل الى اخره. فنط، لان دي خطوه اساسيه، مفيش حاجه اسمها هنط على طول على رائد الاعمال او صاحب العمل، الموضوع مش هيكون مجدي، وهتقع تحت طائله النسبه اللي بتقول ان 3% من الشركات هم اللي بيكملوا بعد 3 سنين، و97% بيقفلوا. ليه بيقفلوا؟ دي احد الاسباب، ان كتير كان داخل يلعب او داخل يجرب او مش داخل مدرك المسؤوليه اللي داخل عليها. فخطوه العمل الحر هي خطوه لا بد منها عاجلا ام اجلا، فدوس وخش على طول وما تخافش، ما تخافش، بس ما تخافش. اخر جمله واخر كلمه، ما تخافش. شكرا محمد عيد على نصايحك وعلى الكلام الجميل اللي قلته. استنوا بقى اللقاءات الجايه ان شاء الله. وكنت معاكم اميره ريان. السلام عليكم. السلام عليكم. مع السلامه.